يا شيخ علي ايش تقول بالعيد هذا؟ والله العيد الحمد لله يعني احسن عيد، والسبب الغيث اللي انزل الله على هذا المنطقه، كل الطين شاربه، كل الطين شاربه الحمد لله، من راس النخيل الضباب كلها كروب، ما في انسان مظلوم الحمد لله، لكن في شده كبيره نعم، لكن ربك من علينا والحمد لله تول رمضان في المدار الحمد لله. ايوه عم مطلق كل عام انت بخير. اسوي